السلام عليكم. إن شاء الله شباب، النهاردة عايزين نبدأ نتكلم على الـ Entity Relationship Model، وده كان الموديل الثالث من 3 مودلز كنا اتكلمنا عليهم في المحاضرة اللي فاتت. كان عندنا الـ Hierarchical Model والـ Network Model، لكن الموديل الأساسي اللي مبني عليه معظم الـ Database دلوقتي، وإن ما كانش كلهم، هو الـ Entity Relationship Model أو Relational Model. اتفقنا ان الـ Entity Relationship Model هو في الاساس عباره عن رسمه، مش كده؟ الرسمه دي بتجمع معلومات عن 3 حاجات اساسيه. كان عندنا حاجه اسمها الـ Entities، حاجه اسمها الـ Relationships، وحاجه اسمها الـ Attributes. فكركوا يعني ايه Entity. الـ Entity هو الشيء او الكينونه ان احنا المفروض بنجمع عليها داتا. يعني احنا كنا خدنا مثال كده، ان انا لو عندي entity اسمها student، الstudent ده حضرتك عايز تجمع عنه داتا. ايه الداتا اللي سيادتك عايز تجمعها عنه؟ سيادتك عايز تعمل كده جدول، الجدول ده تبدا تجمع الداتا عن الstudent ID، عايز تجمع عن الstudent name، عايز تجمع عن الstudent address، كل المعلومات اللي سيادتك عايز تجمعها عن هذا الentity. يبقى الentity هو الشيء اللي انا عايز اجمع عنه داتا، مش كده؟ وبالتالي انت سيادتك تبدا تكتب بقى كل الداتا اللي سيادتك عايزها هنا. وممكن يبقى عندي اكتر من انتيتي داخل داخل السيستم. ممكن زي برضو ما قلنا، انا عايز انتيتي اسمه كورس. الانتيتي اللي اسمه كورس، ايه المعلومات اللي عايز اخزنها عنه؟ الكورس اي دي بتاعه، الكورس نيم، والكريدت بتاعته مثلا. وبالتالي بقى عندي انتيتي اخر اسمه كورس، ودي المعلومات اللي انا عايز اجمعها عن عن الكورس. فاحنا اتفقنا ان الستودنت ده اسمه انتيتي، شيء، كينونه، حاجه انا بجمع عنها داتا. الكورس ده شيء، كينونه، حاجه انا بجمع عنها داتا. يبقى دي اول حاجتين، ايه هما؟ الانتيتيز والاتريبيوتس. الاتريبيوتس اللي هي ايه؟ الاتريبيوتس اللي هي الصفات اللي بصف بيها هذا اللي بصف بيها هذا الانتيتي. هي هنا مش يعني هي مش صفات، ولكن هي المعلومات الاساسيه، الاتريبيوتس الاساسيه اللي بجمع عنها اللي بجمعها عن الستودنت، او بجمعها عن اي انتيتي عندي في السيستم. لكن كمان اكتشفنا ان المعلومات اللي موجوده في الانتيتي ده او في التيبل ده مش موجوده بمعزل عن الداتا اللي موجودة هنا. يعني أنا مثلا برضو عندي في السيستم عايز أخزن الداتا بتاعة الستودنت مسجل كورسات إيه، أو الكورس ده مسجله أنهي ستودنت. وبالتالي somehow لازم يبقى فيه relations between relations between الـ entities دي. يبقى هما 3 حاجات أساسية بتتخزن أو بنخزنها جوه الـ ER model، اللي هي الـ entities الأساسية بتاعتي، الـ attributes اللي بتوصف الـ entities، والريليشنز اللي بتربط الانتيتيز مع بعضها. خلاص، فبنقول كده الانتيتي هو اي شيء سيادتك عايز تخزن عنه داتا داخل الاورجانيزيشن بتاعتك. يو ويش تو مينتين داتا اباوت ذيس اباوت ذيس انتيتي. الاتريبيوتس ممكن تختلف من انتيتي لتانيه، وممكن تشترك ما بين انتيتيز وبعضها. يعني انت سيادتك عندك مثلا، لو قلت لك ايه هي الاتريبيوتس اللي بتصف البيرسون، فسيادتك هتقول لي هتقول لي والله برضو رقمه واسمه وعنوانه وتليفونه، المعلومات اللي تخص اي شخص. لكن لما اقول لك الشخص ده امبلوي، فسيادتك هتلاقي فيه اتريبيوتس تخص الامبلوي ما تخصش اي بيرسون تاني. لو انا قلت لك مثلا ايه الحاجات اللي تخص الامبلوي، هقول لك مثلا والله تاريخ التعيين، المؤهل بتاعه، القسم اللي هو بيشتغل فيه، السالري بتاعه. دي معلومات تخص الامبلوي ما تخصش اي بيرسون تاني. لو قلت لك طيب البيرسون ده ستودنت، هتقول لي بالاضافه للمعلومات الاساسيه اللي تخص البيرسون الستودنت، عايزين نعرف السي جي بي بتاعه، عايزين نعرف القسم بتاعه، عايزين نعرف الكليه اللي هو تبعها، عايزين نعرف معلومات مش موجوده في الامبلوي. لو قلت لك بيشنت، البيشنت فيه اتريبيوتس، لازم سيادتك يو هاف تو اوبن يور مايند كده، ايه الاتريبيوتس اللي المفروض نصف بيها هذا هذا الانتيتي. في عندنا انتيتيز كتيره جدا احنا ممكن نتكلم عليها، يعني كل دي بالنسبه لنا انتيتيز. وانت ممكن بقى تبدا تتخيل ايه الانتيتيز المطلوبه. يعني لو قلت لك ماشين مثلا،
مكنة موجودة في مصنع، أنا عايز أبدأ أجمع عنها معلومات، إيه المعلومات بتاعتها؟ والله ممكن الهورس باور، الإنتاج بتاعها، تاريخ الصنع، بلد المنشأ، معلومات. سيادتك ممكن تبدأ تجمع معلومات منها معلومات، وغالبا الشباب الاتريبيوتس دي احنا مش بنقعد مع نفسنا كده ونقعد نفكر ايه هي الاتريبيوتس المناسبة اللي اصف بيها هذا الانتيتي، لا انت سيادتك بتقعد مع صاحب البيزنس وتبدأ انت تسأله محتاج تجمع كذا، محتاج تجمع كذا، هو اللي بيقول لك ايه المعلومات المطلوبة. يعني لما اقول لك مثلا حاجة زي اكاونت، حساب، حساب في بنك مثلا، ايه المعلومات اللي عايزين نخزنها عن هذا الحساب في البنك؟ سيادتك هتقول لي ايه، هو المفروض الحساب في البنك يصف شخص ولا الشخص اللي يصفه ولا ده حاجة وده حاجة؟ هقول لك لا، لو فكرت فيها كده وسألت اي حد من اي بنك هيقول لك الاكاونت ده حاجة والشخص ده حاجة. ليه؟ الاكاونت ده اولا ليه صفاته، ان هو بيصف مثلا عايزين نصفه ايه العملة اللي انت بتستخدمها في الاكونت، يقول لك عملة بالدولار، عملة بالجنيه، عملة بالجنيه الاسترليني، فالعملة دي ايه، رقم الحساب، رقم الفرع، نوع الحساب، في عندنا نوع الحساب مثلا توفير ولا جاري ولا مش عارف ايه، في عندنا انواع تانية من الايه، من الحسابات. الحساب مش لازم يبقى مرتبط بشخص معين، ممكن سيادتك تلاقي كده في حاجة اسمها حساب اعتباري. حساب اعتباري ده بيبقى حساب شركة مش حساب شخص، وبالتالي كل الشركاء اللي موجودة في الشركة دي بيبقى مشتركين على نفس الحساب، وبالتالي دي صفات تصف الاكاونت. مش يبقى انت سيادتك دايما كده تسأل نفسك سؤال، اعرف منين ده اتريبيوت ولا اعرف منين ده انتيتي؟ والله انت تسأل سؤال، انا عندي مثلا ستودنت اي دي، الستودنت اي دي ده ممكن يبقى ليه صفات ولا هو يعتبر صفة من صفات حاجة؟ وبالتالي سيادتك لازم ايه، لازم تفرق ما بين الاتريبيوتس وما بين الانتيتيز. يبقى هي الاتريبيوت، الاتريبيوت هي البروبرتي او الكاركترستيك اللي بتصف الايه، اللي بتصف الانتيتي. اما اقول لك ستودنت اي دي، هل ده بتصف ولا بتوصف؟ اه لو ستودنت فهو بيوصف، ايه صفاته، الصفات الاساسيه بتاعته. لكن هل الستودنت نيم مثلا، هل ده ليه صفات ولا هو بيصف شيء؟ اه لازم الايه، لازم يكون هو بيصف شيء، وبالتالي دي اسمها الاتريبيوتس بتاعه الايه، بتاعه الانتيتيز. كمان في عندنا حاجه اسمها الريليشنز، الريليشنز اللي هي بتصف ايه، اللي هي بتربط ما بين اكتر وانتيتي وبعضه، يبقى الرابطه دي بت ايه، ها بيبقى ليها معنى، ودايما الريليشن بتبقى فيرب، خدوا بالكم الكلام ده، دايما الريليشن بتبقى فيرب، الاتريبيوت او الانتيتي دي بتبقى ناون اسم، لكن لما اجي عند الريليشنز انا بعرفها على طول ان هي ايه، ان هي فيرب فاعل، طالب سجل مقرر، يبقى ريجستريشن، ها عمليه ريجستر ده فيرب، يبقى ايه، ها يبقى ده بالنسبه للريليشن. الرسمه الاساسيه اللي اسمها الاي ار دي ليها سيمبلز، والسيمبلز دي ستاندرد سيمبلز لازم كلنا نلتزم بيها، لان المفروض ان انت لما بترسم الاي ار دي ده وتيجي تسلمه لحد تاني هو اوتوماتيك بيفهم القصه كلها من الايه، بيفهم القصه كلها من الرسمه دي، وبالتالي ستاندرزيشن هنا مهم جدا عشان نخلي الكوميونيكيشن بتوين البروجرامرز وبعضها بيكون عمليه ايه، عمليه سهله. على حسب نوع الانتيتي او على حسب نوع الاتريبيوت او على حسب نوع الريليشن كل واحده فيهم ليها رسمه. يعني ايه؟ يعني اول حاجه عايزين ننسى بقى خالص الشكل اللي احنا متعودين عليه ده، يعني شكل الجدول، ان انا يبقى عندي انتيتي وجدول، الجداول دي انا ما بستخدمهاش في الاناليسيس ده، احنا بس ايه بنكتبها للشرح، هنستخدمها بعدين واحنا بنبني الداتابيز نفسها. خلاص انا خلصت الاناليسيس وهبدا اقعد كده على الايه، على السوفت وير عشان ابدا ابني الداتابيز، لكن وقت الاناليسيس احنا ما بنلجاش للشخص ده خالص، للشكل ده خالص. امال بستخدم ايه؟ ببدا استخدم شكل تاني، يعني الستودنت اللي مكتوب فوق ده بقوم كاتبه ايه، اقول لك اه ده الانتيتي، اقوم كاتبه كده وحطه في مربع، خلاص انا بقيت عارف ان ده انتيتي وبالتالي ليه صفات. طب الصفات دي هكتبها ازاي؟ بكتبها كده، اقول لك الستودنت اي دي واحطها في ايه، ها واحطها في اليبس كده، الستودنت نيم دي صفه اخرى، يبقى الصفات بنكتبها كده، الانتيتيز الانتيتيز بنكتبها جوه ايه، جوه ريكتانجل الشكل ده، وده كده الادرس بتاعه. خلاص يبقى انا هنبدا نعتمد هذا الشكل
وانت دايما تبقى متخيل ان الشكل ده في الاخر هيتحول لايه؟ لجدول، لان صعب جدا ان احنا نعمل اناليسز على سكيل واسع بشكل الجداول والداتا اللي فيه. فعليا الداتا ما بتهمنيش وقت الاناليسز، الداتا دي تيجي وقت الايه؟ تيجي وقت الاستخدام زي ما تكون. طيب ايه الاشكال الاساسيه عندنا؟ الانتيتي ليها ثلاث انواع اساسيه، في عندنا حاجه اسمها السترونج انتيتي، حاجه اسمها الويك انتيتي، وحاجه اسمها الاسوشيتيف انتيتي. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اي انتيتي هو يعني انت متخيل ان هو سترونج انتيتي، كلمه سترونج انتيتي ان الداتا بتاعته هي موجوده بشكل مستقل، مش مرتبطه بداتا موجوده في اي جدول تاني. برضو يعني ايه؟ يعني انا بقول لسيادتك دلوقتي انا عندي داتا لمجموعه من الستودنتس، خلاص، وعندي داتا لمجموعه من الكورسز. هل الداتا بتاعت الستودنت مرتبطه بالداتا بتاعت الكورس باي شكل كان؟ يعني انا الطالب ده لو الطالب ده ساب الكلية، حول من الكلية، اتفصل، whatever، هل الداتا، وجود الداتا، وجود الرو ده يرتبط بيه الداتا اللي موجودة في الكورس؟ سيادتك اكيد هتقولي لا، الكورس ايه قاعد كده عندنا في اللائحة ما بيتغيرش، الطلبة تسجلوا ما تسجلوش مفيش ايه، مفيش اي علاقة، وده الشكل الطبيعي. مش دايما الداتا بتبقى كده. يعني مثلا اديك مثال تاني، تخيل كده ان احنا عايزين نعمل داتابيز لشركة، والراجل صاحب الشركة عايز يسجل عنده ابناء العاملين عشان يبقى ليهم مثلا يعني مميزات معينة، خصومات معينة، العامل اللي عنده ابن يبدأ يديله مكافآت معينة، يبدأ يبقى فيه، هو عايز، الراجل طالب منك انك تخزن الايه، انك تخزن الداتا بالشكل ده. فسيادتك هتقول لي ايه؟ والله انا دلوقتي عايز الموظف، المعلومات الأساسية عن الموظف، مش كده؟ تقولي كده برضو الموظف الاي دي بتاعه، النيم بتاعه، الديبارتمنت اللي هو تبعه، كل المعلومات اللي سيادتك عايز تخزنها. انت بقى زود اتريبيوت زي ما انت عايز، خلاص. طيب هل ينفع اخزن معلومات ابناء هذا الموظف في نفس الجدول، ولا اكيد محتاجة جدول تاني؟ لان الطفل نفسه هو في حد ذاته ايه؟ ليه معلوماته، هو ليه اسمه، ليه سنه، يعني ليه مواصفاته از ايه، از ا بيرسون. وبالتالي سيادتك هتيجي كده تعمل جدول تاني، الجدول ده ونفترض اسمه ايه؟ اسمه ديبندنت، اللي هو الايه، اللي هو التابع يعني، خلاص. طيب المعلومات اللي هنا تخص الديبندنت، سيادتك عايز بقى الطفل ده، فسيادتك عايز برضو اكيد تعمل له ايه؟ تعمل له رقم، ها، وتعمل له اسم، وسيادتك مثلا عايز البيرس ديت بتاعه، واكيد برضو سيادتك عايز تخزن هو تابع انهي امبلوي، مش كده؟ طيب نسأل بقى سؤال، لو انا دلوقتي عندي موظف رقم واحد اسمه ولنفترض علي، شغال مثلا في الديبارتمنت بتاع الاكاونتينج، الراجل ده عنده طفل ولنفترض اسمه مثلا طارق، مثلا تاريخ ميلاده مثلا 2015، خلاص، والموظف هو يتبع للموظف ده. طيب نسأل بقى سؤال دلوقتي، الأول هو لو الراجل ده ساب الشركة، أكيد لازم بالضرورة المعلومات بتاع أولاده كمان إيه؟ تتحذف، مش كده؟ ملهاش معنى ان انا افضل مخزن معلومات عن اطفال والاطفال دي العاملين فيها او الشركة دول ما عادوش موجودين فيها، وبالتالي الداتا اللي موجودة في الجدول ده بقت معتمدة في الاساس على الداتا اللي موجودة في الجدول بتاع الامبلوي دي. يبقى احنا الديبندنت لما نيجي نرسمها نقول عليها ايه؟ نقول عليها weak entity. ليه؟ عشان الداتا اللي موجودة فيها معتمدة على داتا، وجود الداتا في حد ذاته معتمد على وجود الداتا في ايه؟ في جدول تاني خالص. يبقى الامبلوي هو strong، لكن الديبندنت، ها، الديبندنت بالنسبة لنا ايه؟ بالنسبة لنا weak entity. القصة دي بتظهر في حاجات كتير جدا. لو انا قلت لسيادتك مثلا احنا عايزين نعمل داتابيز لمبنى، عندي مثلا مجموعة مباني، المبنى رقم ألف، المبنى رقم ب، المبنى رقم جيم، وعايز أعمل كمان جدول للأدوار، فأنت عندك الدور الأول في مبنى ألف،
لو المبنى نفسه مثلا أزيل عشان يعاد بناؤه، فالدور الأول بتاع مبنى ألف ما عادش ليه معنى إن هو يفضل في الجدول بتاع الأدوار، مش كده ولا إيه؟ بالتالي الأدوار هنا هتتخزن في ويك انتيتي، لكن المبنى هو في حد ذاته إيه؟ سترونج انتيتي. في عندنا أمثلة كتير وهنشوف الكلام ده وإحنا ماشيين بعد كده. في عندنا نوع تاني من الانتيتي حاجة اسمها الأسوشيتيف انتيتي، دي وقتها كده هنتكلم عليها، لأن دي المقصود بيها إيه؟ المقصود بيها ريليشن تحولت إلى انتيتي. يعني بتبقى ريليشن علاقة معينة، وغالبا طبعا بتبقى ميني تو ميني، لكن هتتحول إلى جدول، عشان زي ما اتفقنا كده لو تفتكر في المثال بتاع الستودنت والكورسز، عايز أخزن الجريدز، الجريد لا بتصف الستودنت ولا بتصف الكورس، الجريد بتصف الكورس لما الطالب سجله. إذا هي دي معلومة بينية بتصف العلاقة، مش بتصف الإيه؟ مش بتصف الطالب لوحده ولا بتصف الكورس لوحده. طيب نيجي بقى للاتريبيوتس، الصفات. الصفات برضو على حسب نوعها بيبقى ليها رسمه. لو الاتريبيوت ده سيمبل فاحنا بنرسمه بالرسمه اللي سيادتك شايفها دي. يعني ايه سيمبل؟ يعني بياخد قيمه واحده. يعني انا لما اقول لك كده عندي employee name او مثلا خليها student، انت سيادتك عايز تصف الستودنت بايه؟ بانه بالنيم بتاعه، الاي دي بتاعه الاول، فسيادتك تقوم حاططها في الرسمه دي كده خلاص، والنيم بتاعه خلاص. ممكن سيادتك عايز تخزن الكورسز اللي هو درسها، بس الكورسز دي ما هيش سنجل فاليو، يبقى في النيم، في النيم دي قيمه واحده اسمه ايه، في الاي دي دي قيمه واحده رقمه ايه، لكن سيادتك لما تيجي في الكورسز هتلاقي كده ان انت مضطر ان انت يبقى عندك ايه اكتر من فاليو، كل الكورسات اللي الطالب ده درسها. دي احنا بنسميها حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها مالتي فاليو اتريبيوت. طيب الرسمتين دول سوري النوعين دول السيمبل والكومبوزيت اتريبيوت ليهم نفس الرسمه. يعني ايه كومبوزيت اتريبيوت؟ يعني الاتريبيوت ده سيادتك ممكن تحتاج انك تكسره لاتريبيوتس اصغر برضو. يعني ايه؟ يعني سيادتك ممكن دي بترجع بقى للبروجرامر وبترجع للفيتشرز اللي موجوده في الداتابيز. سيادتك ممكن تيجي تقول لي كده في النيم، لا طب ما انا عايز اخزن النيم ده لايه؟ عايز اقول له الفيرست نيم لوحده. يبقى انت سيادتك عايز تكسر الايه؟ عايز تكسر النيم ده، بدل ما يبقى سترينج واحد لا سيادتك تكسره لاثنين او ثلاثه سترينج. سيادتك تقول لي كده برضو الميدل نيم واللاست نيم بتاعه، يبقى انت عايز تخزن ثلاثه سترينج، بدل ما انت سيادتك عايز تخزن سترينج واحد سيادتك عايز تخزن ايه؟ عايز تخزن ثلاثه سترينج. تمام كده؟ يبقى دي لو هي هتاخد فاليو واحده فهي اسمها سيمبل اتريبيوت. لو الاتريبيوت ده ممكن يتكسر لاكتر من جزء بحيث ان الاجزاء دي تبقى مفيده، ها، فده سيادتك بتسميها ايه؟ بتسميها كومبوزيت اتريبيوت. الحاجه الثالثه اللي هي المالتي فاليو اتريبيوت، انت سيادتك على طول تبدا تفكر، لان دي كده ليها تعامل خاص لما سيادتك تلاقي الاتريبيوت ده ممكن ياخد اكتر من قيمه، لان دي في الاخر هنفتكر كده وافتكروها ان دي لازم تتقلب للريليشن سام هاو، ما ينفعش تفضل ايه؟ تفضل في مكانها. كمان من انواع الاتريبيوت النوع الثالث من الرسمه ان انا يبقى عندي حاجه اسمها ديرايفد اتريبيوت. ديرايفد اتريبيوت دي الرسمه بتاعتها. يعني ايه كلمه derived attribute؟ يعني attribute ده عشان اشوف قيمته لازم يتحسب somehow. زي ايه مثلا؟ لما اقول لسيادتك ها الايدج بتاع الطالب، الايدج بتاع الطالب ده ما بيتخزنش جوه الداتابيز، ده انت المفروض ان انت سيادتك ها بيبقى فيه البيرث ديت بتاعه، وانت لو حابب انك تعرف عمر الطالب النهارده بتمسك كده تاريخ النهارده ناقص تاريخ ميلاده تقوم تعرف الايدج بتاعه. الرقم ده متغير بشكل ايه؟ متغير بشكل دائم. السي جي بي اي بتاع الطالب مثلا الرقم ده بيتغير. لو عندك موظف السالري بتاع الموظف، السالري المفروض ان هو متغير، في بدلات الشهر ده، في خصومات الشهر ده، الراجل اترقى، الراجل معرفش ايه، فالقيمه دي بتتغير. الديرايفد اتريبيوت مش المفروض ان احنا نخزنها في الداتابيز، ولكن دي بتبقى في الفيو اللي اليوزر بي ايه اللي اليوزر بيشوفه وقت ما سيادتك بتعرض الداتا. يبقى في حاجات
ثابته عندنا زي الستودنت اي دي والستودنت نيم والبيرث ديت، لكن في حاجات متغيره دي كل ما ممكن كل ما سيادتك تفتح الايه الصفحه بتاعه الطالب ده تلاقي القيمه دي مالها، تلاقي دي القيمه دي اتغيرت. فدي بس نعرف الاول انواع الاتريبيوتس وازاي هنتعامل بيهم جوه الداتا بيز بقى وفي البروجرامنج والقصه دي، ده كده نتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. في عندي نوعين من الريليشنز، في عندي حاجه اسمها ريليشن عاديه ريليشن شيب عاديه، وفي عندي حاجه اسمها ايدنتيفاينج ريليشن. الايدنتيفاينج ريليشن دي اللي هتبقى ايه اللي هتتقلب كده لانتيتي بشكل او باخر زي ما هنقول كمان شويه. طيب نبدا كده نقول بسرعه نفس اللي احنا قلناه تاني. يبقى احنا الاتريبيوتس عندنا عباره عن ايه يا شباب؟ سمبل اتريبيوت هو الاتريبيوت اللي ملوش معنى ان انا اكسره، هي خلاص قيمه واحده والقيمه دي ها بتبقى موجوده، او كومبوزيت. يبقى انت سيادتك ممكن تكسر ها، يعني لو جينا مثلا للادرس، لو قلت لك الادرس ده سمبل ولا كومبوزيت، خد بالك ان هنا ما عندناش دايما موديل انسر. يعني ايه؟ يعني انت سيادتك ممكن تحط لي الاسم كله في مكان واحد، خلاص كل اسم الطالب في مكان واحد، وبالتالي سيادتك هتعامله از سيمبل، مش كده؟ لكن انت عايز تعمل ايفورت زياده بحيث ان انت تقدر تعمل اناليسز اقوى، فسيادتك هتمسك الاسم وتقدر تكسره، يبقى انت ها اللي قررت انك تقلبه من سيمبل لكومبوزيت. الادرس مثلا سيادتك عايز تخزن الادرس بتاع الطالب او بتاع الموظف كله از سترينج واحد، خلاص اهلا وسهلا. سيادتك حابب انك تبدا تكسره رقم الشارع ورقم العماره ورقم الشقه ورقم واسم الحي ومش عارف ايه، فانت سيادتك ها انت اللي بتقرر ايه الصح، ان هو يبقى سيمبل ولا كومبوزيت. في حاجات بطبيعتها لازم تبقى سيمبل، هكسرها ليه؟ ملهاش معنى. زي الستودنت اي دي هكسره ليه؟ ملوش معنى. لكن حاجه زي النيم او الادرس ها انت اللي سيادتك بناء على قرارك وبناء على احتياجات الشركه اللي انت بتعمل لها السوفت وير تخليه سيمبل ولا كومبوزيت. لو قلت لك رقم التليفون مثلا، رقم التليفون ممكن برضو يبقى سيمبل وممكن يبقى كومبوزيت. سيادتك لو خليته سيمبل فانت حطيت رقم التليفون وانتهينا، لكن لو كومبوزيت ايه الاجزاء اللي ممكن تبقى مفيده بالنسبه لي؟ اه والله سيادتك ممكن يبقى عندك ارقام تليفونات دوليه، يبقى انت عايز كود البلد ثم كود الشبكه ثم رقم التليفون نفسه، عندك ثلاث اجزاء اساسيه ها ممكن تخزن فيها رقم التليفون وهكذا. خلاص؟ ثم عندنا كمان بقى موضوع المالتي فاليد اتريبيوت، هو الاتريبيوت اللي ممكن بياخد اكتر من ايه؟ بياخد اكتر من قيمه. وده سيادتك عشان بس ما يلخبطكش حكايه بياخد اكتر من قيمه دي، لو انا قلت لك اعمل لي اكسل فايل، اكسل سيبك من الداتا بيس سيبك من اي حاجه، سيادتك اعمل لي اكسل فايل وخزن لي فيه المعلومات الاساسيه عن الطالب الستودنت، عشان بس سيادتك تعرف امتى الاتريبيوت ده يبقى مالتي فاليود. لما سيادتك تيجي تكتبه في جدول عادي على الوورد ولا على الاكسل، فسيادتك هتقول لي ايه؟ ها انا عايزك تخزن لي كده الستودنت اي دي، وسيادتك عايز تخزن لي الستودنت نيم، وعايزك تخزن لي الكورسز، كل الكورسز اللي هو ايه؟ ها اللي هو درسها فسيادتك هتيجي تقول لي ايه؟ اه والله الطالب رقم واحد اسمه علي، بس تيجي عند الكورسز تلاقي انت ايه غصب عنك كده عمال تقسم الايه؟ ها عمال تقسم الجدول ده، ما انت عايز كل المعلومات اللي تخص الطالب ده. اه والله ده خد 101 و202 و304 و401 كل الكورسات اللي هو درسها. كده بقت دي اسمها مالتي فاليو اتريبيوت، هو اتريبيوت واحد يخص شخص واحد ها، ولكن هي واخده اكتر من ايه؟ واخده اكتر من قيمه. ما عندناش في الداتا بيس حاجه كده. اه انت بتعمل تيبلز على الاكسل اعمل اللي انت عايزه، لكن وقت ما نيجي نبني الداتا بيز ما ينفعش في السيل الواحده يبقى فيه غير قيمه واحده، بنسميها حاجه اسمها الاتوميك فاليو. خلاص؟ ما ينفعش مثلا سيادتك تيجي تقول لي ايه؟ طب انا عايز مثلا التليفون بتاعه، افرض الراجل ده عنده اكتر من رقم تليفون، ما ينفعش اجي في الداتا بيز ها واقول لك اه والله التليفون الاول، رقم التليفون الاول، رقم التليفون الثاني، رقم التليفون الثالث. دي بالنسبه لي ما تنفعش. ليها تعامل، مش بقول ان هي ما تنفعش انها تتخزن، لا تتخزن لكن ما بتتخزنش بالشكل ده، دي بتتكسر او بنحولها للريليشن زي ما هنشوف ايه زي ما هنشوف بعد كده. لكن انت اهم حاجه ان انت دلوقتي ايه تو ايدنتيفاي امتى الاتريبيوت ده يبقى مالتي فاليود. الادرس مثلا عنده عنوان او اتنين، الايميل بتاعه عنده عنوان او اتنين، طالما نفس الشخص او نفس الانستنس من الانتيتي ممكن يتحط لها اكتر من قيمه، ساعتها ايه؟ ساعتها ليها تعامل تاني خالص. تمام؟ بس نعرف دلوقتي معنى كلمه بس مالتي فاليو اتريبيوت.
كمان من انواع الاتريبيوتس الدرايفد اللي احنا زي ما اتفقنا كده، اللي هو ايه اللي هو محتاج ان هو يبقى كالكوليتد. خلاص، كمان من انواع الاتريبيوتس اللي احنا ما قلناش عليها لغايه بس من ايه ما نشوفه قدامنا كده، عندي حاجه اسمها الكي اتريبيوت او الايدنتيفاير، او زي ما هنعرفها بعد كده بحاجه اسم البرايمري كي. ايه البرايمري كي؟ لازم احنا ليه دايما، وانت سيادتك يعني ما اعترضتش لما قلنا كده، الستودنت اول حاجه الاي دي بتاعه، الكورس اول حاجه الاي دي بتاعه، الموظف اول حاجه الاي دي بتاعه، ليه انا بعمل اي دي اصلا؟ بعمل اي دي عشان افرق ها رو من رو. يعني انت سيادتك مثلا عايز حاجه تميز الريكورد ده من ريكورد تاني، فانت لو جينا كده في النيم، لو قلت لك تاني الستودنت وقلت لك انا مش عايز اعمل اي دي للطالب ده، هل في حاجه تميز طالب عن طالب؟ ها لو نيم، لو قلت لك مثلا ديبارتمنت اللي هو تبعه، لو قلت لك مثلا الهوم تليفون. طيب ما كل المعلومات دي ممكن تتكرر ما بين شخص وايه وشخص، واحد اسمه علي ها الديبارتمنت بتاعه مثلا الاي اي، والتليفون بتاعه مثلا ليه رقم تليفون معين. خلاص، ممكن يبقى بالصدفة عندي طالب تاني اسمه علي، الأسماء بتتكرر بس موجود في ديبارتمنت تاني، ولنفترض مثلا مثلا سي اس، التليفون بتاعه مختلف لكن الاسم هنا ايه الاسم هنا اتكرر، وبالتالي ما ينفعش يبقى عندي تكرار. أميز الرو ده بإيه؟ هو ده اللي احنا بنسأل عليه دلوقتي. يبقى الاسم ما ينفعش، الديبارتمنت كمان ما ينفعش. ممكن يبقى عندي واحد اسمه طارق موجود برضو في نفس الايه ها في نفس القسم. سيادتك تقول لي خلاص نستخدم رقم التليفون، طب لو عندك اتنين اخوات وتليفون المنزل واحد، خلاص عندك هتقول لي طب ما رقم الموبايل، هقول لك رقم الموبايل ده ممكن يتغير من شخص لشخص، كنت كل في ناس كده كل فتره بتغير رقم التليفون بتاعها، وبالتالي دي ما هياش حاجه ثابته انا ممكن اعتمد عليها، مش كده ولا ايه؟ عشان كده بنضطر ان احنا نزود اتريبيوت دائما ابدا، نزود اتريبيوت. الاتريبيوت ده بيبقى هو اللي بيايدنتيفاي الريكورد ده. لما اقول لك الريكورد رقم واحد خلاص، الريكورد رقم اتنين، رقم الجامعي بتاع الطالب، الرقم القومي بتاع المواطن، لازم يبقى في رقم، هذا الرقم بيايدنتيفاي الايه الريكورد ده. احنا هنسميه يا شباب، هنسميه بعد كده حاجه اسمها البرايمري كي او الايدنتيفاير كي او الكي اتريبيوت، كل دي مسميات لنفس الايه لنفس الشيء. ده بيبقى سيمبل شكله في الاساس، بيبقى سيمبل، ولكن عشان نميزه عن بقيه الاتريبيوتس بنعمل ايه؟ لو نرجع كده للرسمه بتاعتنا، انت سيادتك مين من دول هو الايدنتيفاير اللي بيميز الستودنت اي دي؟ هو سيمبل وكل حاجه، ولكن سيادتك بس بتحط تحته خط كده عشان سيادتك تبقى عارف ان ده الايه ها ده الاتريبيوت الاساسي. وقد يحدث ان الايدنتيفاير اتريبيوت في حد ذاته ها هو كمان ايه هو كمان كومبوزيت، يعني يبقى عندي الاتريبيوت البرايمري كي بتاعي هو في حد ذاته كومبوزيت، يعني لازم اضطر ان انا استخدم اكتر من ايه اضطر ان انا استخدم اكتر من اتريبيوت واضمهم مع بعض كده بالكونكاتينيشن عشان اعمل عمليه الايه ان هو يبقى يونيك، يبقى ما يتكررش من مكان للتاني. يعني انا لو قلت لك كده انا عايز اعمل جدول، الجدول ده عايز اخزن فيه الجريدز بتاعت الطلبه، اعمله ازاي؟ فانت سيادتك دلوقتي عايزين نعمل كده جدول نسميه جريدز، فايه المعلومات الاساسيه اللي فيه؟ فسيادتك هتقول لي كده والله انا عايز رقم الطالب ورقم الكورس مش كده والجريد بتاعه، هل ده كده كافي؟ هل ينفع الستودنت اي دي يبقى هو الكي اتريبيوت او البرايمري كي؟ لا، ما هو رقم الطالب ده ها سجل مثلا كورس 202 وجاب فيه مثلا اي ماينس. خلاص، ممكن نفس الطالب هو يسجل كورس تاني ويجيب فيه جريد تاني، يبقى انا ده لوحده ما ينفعش ان انا ايه ما ينفعش ان انا استخدمه كي اتريبيوت. طب هل ينفع رقم الكورس؟ أكيد سيادتك هتقولي برضو لأ. ليه؟ لأن الكورس رقم 202 ده في طالب تاني هيسجله وممكن يكون إيه جاب في جريد تاني، يبقى القيمة هنا اتكررت والقيمة هنا ها اتكررت،
والله ما ينفعش طبعا. اكيد الجريد مش هنتكلم عليها دي، لان اكيد الجريد ده ايه ممكن يتكرر بمنتهى السهوله. طب امال نعمل ايه؟ يا اما سيادتك تزود اتريبيوت جديد يبقى هو ايدنتيفاير، او تبدا تمسك اكتر من اتريبيوت مع بعض وتخليهم هما الايه، وتخليهم هما البرايمري كي. يعني اقول لك مثلا الستودنت اي دي مع الكورس هما دول يبقوا البرايمري كي. يبقى انت سيادتك بتقول لي ايه، اكنها 1202 1301 2202. يبقى انت سيادتك هنا بتقول لي ايه، البرايمري كي بتاعي هما الاثنين دول مع بعض، كومبوزيت ده وده مع بعض، ابص عليهم اكنهم حاجه واحده، اكني بعمل كونكاتينيشن. هل ده كافي؟ هل ده كده حل مناسب؟ سيادتك هتقول لي ينفع يبقى مناسب، الا لو سيادتك فكرت شويه كده ولقيت ان الطالب رقم 3 لما سجل الكورس 202 جاب فيه اف، وبالتالي الطالب رقم 3 هيحتاج ان هو يسجل نفس الكورس تاني عشان يجيب فيه ايه، يجيب فيه جريد تاني. يبقى انا الرقم ده على بعضه دلوقتي اتكرر، يبقى الكورس اي دي مع الستودنت اي دي ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ نبدا نفكر هل في معلومه ناقصه. يعني انا دلوقتي لما افكر، طيب هو رقم 3 ده سجل الكورس ده امتى؟ هو اكيد مش هيقدر يسجل الكورس ده في نفس السمستر مرتين، صح ولا غلط؟ طب ما تيجي نزود معانا كده اتريبيوت تاني اسمه السمستر، خلاص. وبالتالي سيادتك تقول ايه، والله الطالب رقم 1 سجل الكورس رقم 202 في فول مثلا 2000 مثلا و10، وسجل 301 مثلا في سبرينج مثلا 2011. نيجي للطالب رقم 3 اللي عامل لنا مشكله ده، هنا عمل مثلا الكلام ده في فول 2020، ها، وهنا في السبرينج بتاع 2021، وساعتها اخد البرايمري كي هما الثلاثه دول مع بعض. ساعتها سيادتك تطمن ان مفيش مستحيل الطالب يسجل الكورس مرتين في نفس الايه، في نفس السمستر، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي خلاص التلاتة دول مع بعض بالكونكاتينيشن ينفعوا يبقوا ايه، ينفعوا يبقوا برايمري كي. فدي اللي احنا بنسميها شباب، بنسميها كومبوزيت كي اتريبيوت، خلاص. الحاجات دي سيادتك لازم تبقى عارفها كويس قوي وانت بتعمل الداتابيز. برضو من الامثله المشهوره حكايه الفلايت اي دي، رقم الرحله بتاعت الايه، رحله الطيران. هو رقم الرحله ده يكفي لان انا اميز رحله عن رحله؟ انت سيادتك مثلا تلاقي كده في المطار كل يوم الساعه مثلا 8 صباحا يقول لك تعلن شركه مثلا مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم كذا المتجه الى لندن، كل يوم نفس رقم الرحله بيطلع في نفس الميعاد. اذا رقم رحله لوحده ايه، غير كافي. طب هم في الداتابيز يميزوا رحله عن رحله ازاي؟ هم عايزين ليه يميزوا رحله عن رحله؟ اصل الركاب مختلفين، وزن الـ 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 الوزن بتاع الطياره، الحموله بتاعتها مختلفه، في معلومات تخص كل رحله مختلفه عن الثانيه، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي ما ينفعش بس رقم رحله مثلا ام اس 301 ده كده ما ينفعش لوحده، لازم سيادتك تربط معاه رقم اليوم. يبقى انت البرايمري كي عندنا هنا ايه، هو رقم الرحله الاساسيه اللي بتميز الرحله بلس رقم اليوم عشان يعرف ايه، عشان يعرف ان ده رقم الرحله الاساسي. تعالوا نشوف كده اكزامبلز على القصه دي. كده بقى عندنا رسمه، انت سيادتك لما تبص على الرسمه دي المفروض ان انت تبقى قادر انك تقرا هذه الرسمه دلوقتي. الرسمه دي بتقول لي ان انا عندي انتيتي اسمه ستودنت، مش كده؟ عايز اخزن عنه النيم، ده كده اتريبيوت قد يكون سيمبل وقد يكون كومبوزيت، دي هترجع لقرارك انت كبروجرامر واحتياجات الشركه اللي انت بتتعامل معاها. الستودنت اي دي، ها، ده كده برضو سيمبل، ها، وفي نفس الوقت هو ايدنتيفاير، ده البرايمري كي بتاعي. الايدج، ده اتريبيوت ولكن ده هيبقى كالكوليتد. طب انا هعرف قيمته منين؟ لازم يبقى عندي معلومه، ها، تخليني اعرف ايه، اعرف احسب المعلومات القيمه دي كام دلوقتي وقت ما انا بتفرج على الداتابيز. انا عندي هنا البيرث ديت. البيرث ديت ده يعتبر سيمبل ولا كومبوزيت؟ انت سيادتك اول حاجه كده هتقولي لا ده كومبوزيت، مش كده؟ الدي لوحده والمانس لوحده والير لوحده. هقول لك ماشي صح كلامك مظبوط، لكن سيادتك هتلاقي في كل الداتابيزز بلا استثناء في عندك داتا تايب مخصوصه اسمها ديت. يعني انت لو قررت انك تعمل
الـ date composite، يبقى انت بتتعامل مع 3 strings منفصلين. كل الـ operations اللي هتتعمل على الـ date لازم انت اللي تقعد تعملها implementation بإيدك، خلاص، ان انت قررت انك تفصلهم عن بعض، او نسيتك تستخدم ايه، مش string بقى، نسيتك تستخدم الـ data type بتاعت الـ date time. وهتلاقي في functions كتيرة جدا مبنية جوه اي database reach جدا في الكالكوليشن عشان تتعامل مع الـ date مباشر. فاتس اب تو يو. يبقى انت هنا تقول لي دي سيمبل ولا كومبوزيت؟ اه والله لو هستخدم الداتا تايب بتاعت الديت جوه الداتا بيز يبقى دي بالنسبه لي سيمبل. خلاص؟ دي من الحاجات الايه؟ المهمه. الكورسز خلاص اتكلمنا عليها، الادرس ده بالنسبه لي سيمبل الا لو سيادتك قررت انك تكسره، اهو يبقى ده الادرس، انا قررت ان انا اكسره لايه؟ لاتريبيوتس ثانيه. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبه للاتريبيوتس. ممكن كمان الكومبوزيت اتريبيوت زي ما قلنا كده في فلايت الاي دي، انا في الاعفاء عليه هبدا اكسره لايه؟ هبدا اكسره حاجتين، الفلايت نمبر ده اللي بيتكرر كل يوم، ها، والديت، الاثنين دول مع بعض هم دول اللي هيبقوا ايه؟ هم دول اللي هيبقوا البرايمري كي. تمام كده؟ طيب ممكن سيادتك تبص على الانتيتي باكتر من شكل، يعني انا ممكن في عندنا حاجه اسمها الانتيتي تايب. سيادتك وقت البروجرامنج كده سيادتك هتقعد بقى تشوف ايه كل المعلومات اللي سيادتك عايز تخزنها وتبدا تحدد لي الداتا تايب بتاعتها ايه بالظبط. دي بنسميها حاجه اسمها الميتا داتا بتاعت الانتيتي، بحيث ان سيادتك تعرف هتستخدم انهي داتا تايب. الداتا تايب دي سيادتك بتحددها بناء على الداتا تايبس الافيلابل داخل الايه؟ داخل الباكج اللي سيادتك هتستخدمها، يعني ممكن تلاقي الداتا تايبس في الاس كيو ال سيرفر مختلف اسمها او شكلها عن الداتا تايبس اللي موجوده في الاوراكل وهكذا، وبالتالي الميتا داتا دي بتتحدد بناء على ايه؟ بناء على الداتا بيز اللي سيادتك هتستخدمها. خلاص؟ في عندي كمان حاجه اسمها الانتيتي انستنس، دي من الاشكال اللي ساعات بتبقى مفيده وبتديني معلومات زياده، ان انا بوصف لك الداتا تايب بس عن طريق ان انا ادي لك اكزامبل. اقول لك والله النمبر بتاع الامبلي شكله كده، النيم شكله كده، الادرس شكله كده. خلاص؟ طب انا استفدت ايه من حاجه زي كده؟ هقول لك مثلا لو انا قلت لك امبلي نمبر وسكت، سيادتك مش هتبقى شايف الفورمات بتاعه الارقام اللي المفروض تتخزن ازاي. يعني انا قلت لك كده الرقم الجامعي بتاعه الطالب، رقم الجامعي بشكله بيختلف من كليه لكليه وبعض الايه الاحيان من 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 قسم لقسم. خلاص؟ وبالتالي كون ان انا اديلك المعلومات دي، دي بتساعدك انك تعرف شكل الفورمات بتاع الداتا نفسه عامل ازاي. طيب كمان من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده حكايه الانتيتيز، انواع الانتيتيز، قلنا في عندنا 3 انواع من الانتيتيز، السترونج انتيتي والويك انتيتي والاسوشيتيف انتيتي. السترونج انتيتي دي اللي وجود الداتا، ها، موجود بشكل مستقل غير مرتبط بداتا موجوده فين؟ موجود عند حد تاني. خلاص؟ طيب والويك انتيتي اتفقنا ان وجودها بيعتمد على وجود داتا موجوده في انتيتي اخر، زي كده الامبلوي والديبندنت بتاعه. الامبلوي احنا هنسميه الاونر، ها، والديبندنت هنسميها الويك انتيتي. خد بالك ان ما ينفعش يبقى عندي ويك انتيتي الا لما يكون ليها اونر. طب ما انت خليتها ويك ليه؟ الا اذا كان في داتا في جدول تاني هي اللي بتبقى اساسي عليه. الاسوشيتيف انتيتي زي ما هنشوف كمان شويه كده هي دي بتبقى الايه؟ بتبقى كسر علاقه زي ما هنقول، خلينا نقول الايه الكلمه اللي احنا يعني هنلجا لها كمان شويه. دي بتبقى ريليشن، لكن انت بتحول الريليشن لجدول عشان تبدا تخزن المعلومات اللي تخصه، دي بنسميها الاسوشيتيف انتيتي. اهو ده المثال بتاع الايه؟ ده المثال بتاع الامبلوي والديبندنت. فانت سيادتك الامبلوي هنا ده سترونج، لكن الديبندنت ده ايه؟ ده ويك. العلاقه ما بينهم ايه؟ انت سيادتك تبدا ايه؟ تبدا تدرس الموضوع ده، يعني موضوع العلاقه في حد ذاته ما بين الجدول بتاع الامبلوي والجدول بتاع الديبندنت. احنا حاطينه هنا في الاكزامبل 1 تو ميني، لكن هل هو لازم يبقى 1 تو ميني ولا ممكن يبقى حاجه ثانيه؟ يعني مثلا ودي ترجع للشركه، خد بالك بقى. الراجل بتاع الشركه قال لك لا انا لو هخزن كل موظف من حقه ان هو يسجل طفل واحد بس عندي في السيستم، يعني هو يستفيد من طفل واحد بس عندي في السيستم، دي طريقه شغلهم مش كده؟ وبالتالي انت سيادتك في الاخر بترجع للبيزنس اونر علشان تعرف هو ايه، هو بيشتغل ازاي. فسيادتك هتقولي كده اذا الامبلوي الواحد، ها،
ممكن اخزن عنه ديبندنت واحد. خلاص دي كده سياسة الشركة، بقت العلاقة هنا ايه؟ وان تو وان. او سيادتك لا، الشركة دي بتقول لك انا عايز اخزن كل معلومات الديبندنت، فبقت العلاقة وان تو ميني. طب ايه اللي هيحصل لو انا عندي الموظف مثلا الاب والام شغالين في نفس الشركة، ها، وعايزين نسجل اولادهم؟ وبالتالي قد يظهر لسيادتك سيناريو بالشكل ده. خد بالك انا ما عنديش حاجه صح وعندي حاجه غلط هنا، انا عندي الشركه شغاله ازاي. لازم سيادتك ترجع للشركه في الحاله دي. يعني انت عندك الامبلويي وعندك الديبندنت، خلاص عندك امبلوي رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة ورقم اربعة، وعندك الديبندنت رقم مثلا برضو واحد واتنين وتلاتة واربعة. هل الموظف مسموح له ان هو يخزن معلومات عن الطفل الاول بس مثلا، او اي طفل هو يختاره؟ وبالتالي هنا المعلومة بقت ايه؟ المعلومة بقت one to one. الموظف رقم واحد يخزن معلوماته، ها، عن الطفل، ده كده الطفل رقم اتنين يتبع الموظف رقم واحد. الموظف رقم اتنين يبقى ده شكل الايه؟ ها كده احنا بنتكلم على ايه؟ على relations و functions لو تفتكروا كده. الجزء بتاع الديسكريت مهم جدا في قصة الشباب. قصة الداتابيس كلها معتمدة على الفانكشنز والريليشنز في كورس الديسكريت. طيب ده كده لو انا قلت لك ان هو ديبندنت واحد الموظف بقت 1 تو 1، ماشي خلاص. طيب قلت لك لا، الموظف يسجل كل الاطفال اللي تبعه، ها، وبالتالي سيادتك بقى مسموح لك انك تعمل كده. كده تحولت الى ايه؟ كده تحولت الى ريليشن، ما عادتش فانكشن، تحولت الى ريليشن. طيب ايه اللي هيحصل لو الموظف، ها، الاب والام شغالين في نفس الشركه؟ فانت سيادتك لازم ايه؟ ها، لازم تقول لي مثلا رقم ثلاثة دي الام مثلا، وبالتالي لازم يبقى كده. خد بالك، هل مسموح لنا بحاجه زي كده؟ هل هيبقى ليها معنى ان رقم اتنين مرتبط بواحد ورقم واحد مرتبط بواحد، رقم واحد بس هو المرتبط بتلاتة؟ سيادتك هتقول لي ممكن مثلا يبقى في اب تانية وام تانية. الكلام ده سيادتك لازم تعمل حسابه، يعني الموضوع ما هوش فاني، دي بتبقى داتا وسيادتك لازم تسمح لها. طيب بس خد بالك بقى من حاجة، لو انت حسبت او سمحت للسيستم ان يبقى نفس الاب والام مرتبطين هنا، بقت العلاقة ميني تو ميني، صح؟ بقت واحد هنا مرتبط باكتر من شخص هنا، وتلاتة مرتبط باكتر من شخص هنا، والعكس اتنين مرتبط باكتر من واحد، فكده العلاقة بقت ميني تو ميني. مين فيهم الصح مين فيهم الغلط هتأثر عندك في ايه؟ يعني افترضت مثلا ان احنا عندنا جامعة، مثلا البرنامج الخاص، البرنامج الخاص ابناء العاملين في الجامعة واعضاء التدريس مثلا بياخدوا خصم مثلا 50% من المصروفات، خلاص. افرض الاب والام شغالين في الجامعة، هل سيادتك بالشكل ده لما انت تقول لي كده ايه، والله ابن فلان ياخد 50%، لكن ما هم نفس الاثنين دول ابن فلان، هل معنى كده ان الطفل ده مش هيدفع مصروفات؟ اكيد برضو ايه، يبقى انت لازم تتاكد من المعلومات دي عشان الجزء بتاع البروجرام بتاعك يطلع صح. فانت ترجع للراجل كده بتاع الايه، بتاع الشركه، تقول له خد بالك، لو احنا سجلنا كل الاب والام مع ابنائهم، ووجود كل اب مع ابنائه ليه 50%، معنى كده ان الاشخاص دي مش هتدفع حاجه. هيقول لك لا طبعا الكلام ده ما ينفعش، ما فيش عندنا حاجه اسمها كده، وبالتالي لازم ابدا اهندل القصه دي في الايه، في البروجرامنج، خلاص. فدي كده الحاجات المهمه. طيب عايزين نبدا بقى نتكلم على انواع الريليشنز. في عندنا ثلاث انواع اساسيه من الريليشنز، اللي هما الوان تو وان والوان تو ميني والميني تو ميني. واتفقنا ان عشان احدد ايه نوع العلاقه بالظبط، لازم اكتب حاجه اسمها البيزنس رول. البيزنس رول ان انا اكتب الجمله وعكسها واشوف مين فيهم صح ومين فيهم غلط، وعلى هذا الاساس انا بقدر احدد نوع ريليشن. يعني مثلا زي ما احنا شايفين كده، العلاقه ما بين الستودنت والكورس ميني تو ميني. طب انا حددت ازاي ان هي ميني تو ميني؟ ان انا سالت سؤالين، فلازم ايه؟ لازم يتكتبوا، دول لازم يتكتبوا باليد كده، لان ده على فكره جزء من الدوكيومنتيشن اللي بيكون موجود مع الاناليسز. يعني ساعتك لما تيجي تسلم الاناليسز للشركه لازم يكون مكتوب معاها البيزنس رولز دي، عشان الكلام ده بيتراجع وبيتشوف راجل صاحب الشركه بيمضي على الكلام ده ان البيزنس رولز دي صح وان الشركه شغاله بالشكل ده، عشان اي خطا في العلاقه بتغير شكل البيزنس خالص. زي موضوع مثلا الديبندنت والامبلوي اللي احنا قلنا عليه،
شكل علاقة اللي هي one to one ولا one to many ولا many to many، ممكن تغير حاجات كتير جدا في الايه، في ازاي نفس الشركة نفسها بتشتغل. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف العلاقة ما بين ال student وال courses ايه. وخد بالك ان العلاقة لازم تبقى مبنية على verb. يعني انا ممكن اقول لسيادتك العلاقة ما بين ال student وال courses completes، فالعلاقة many to many. لكن انا لو غيرت الفيرب ده العلاقه نفسها ممكن تتغير، يعني انا ممكن يبقى في اكتر من علاقه ما بين نفس الايه، نفس التو انتيتيز. تعالوا كده ايه نجرب مع بعض. انا دلوقتي عايز احدد العلاقه ما بين الستودنت والكورسز بس على اساس الفيرب كومبليت. فهكتب ايه؟ اقول لك كده one student many courses، واكتب الفيرب الاساسي اللي عندي اللي هو completes many courses. دي جملة خلاص، one student completes many courses او one course many students. وحاول اقلب الفيرب كده بشكل او باخر، one student مثلا can be completed by many students، can be completed. طيب العلاقة هنا ايه؟ هل ممكن طالب واحد يخلص اكتر من كورس؟ اكيد الكلام ده صح. هل one course ممكن يتم استكماله عن طريق اكتر من طالب؟ اكيد برضو الاجابة ايه؟ اكيد برضو الاجابة صح، مش كده ولا ايه؟ طيب ده يقول لسيادتك ان one من هنا وميني من هنا الكلام ده صح، one من هنا وميني من هنا الكلام ده صح. على طول تعرف ان العلاقة ايه؟ many to many. ومن الحاجات اللي برضو بتديك indication كده ان الميني تو ميني صح، ان يبقى في معلومات بتوصف الريليشن، لا هي بتوصف الستودنت ولا هي بتوصف الايه ولا هي بتوصف الكورس، لا ده بتوصف. يعني انا قلت لك عمليه الكومبليشن دي حصلت امتى، في الترم كام، او الجريد بتاعها كان ايه، وات ايفر. يبقى في معلومات بتوصف الايه، بتوصف الريليشن دي. طب لو انا قلت لك عايز علاقه مثلا 1 تو 1، فانا ممكن اقول لك كده مثلا لا انا عايز دلوقتي ادرس مثلا علاقه ما بين جدول سيتي وجدول كونتري، مدينه ودوله. وقلت لك كده انا عايز اشوف ايه العلاقه ما بين المدينه والدوله، فسيادتك لازم تقول لي ايه الفيرب اللي انا هقيس عليه الاول. فهقول لك كده is the capital، العاصمة خلاص، او is in. بس انا عايز اشوف العلاقة من النوع ده والعلاقة من النوع ده، هل الاتنين هيبقوا نفس الشكل ولا لا. انا عايز اشوف كده ايه المدينة عاصمة أنهي دولة، أو إيه المدينة اللي فقط إيه ها موجودة في الدولة. فأنت سيادتك هتيجي تقول لي إيه، هل one city ممكن تبقى capital لأكتر من country؟ فسيادتك هتقول لي لأ. طب هل ال country ممكن يبقى ليها أكتر من ليها capital أكتر من city capital؟ فسيادتك هتقول لي لأ، وبالتالي العلاقة على طول إيه؟ فسيادتك تقول لي العلاقة هنا one to one. لكن أنا لو قلت لك هل السيتي ممكن تبقى موجودة في أكتر من كونتري؟ فسيادتك هتقول لي لأ. طب هل الكونتري ممكن يبقى موجود فيها أكتر من سيتي؟ فسيادتك هتقول لي آه، وبالتالي سيادتك هتقول لي إيه؟ آه هنا one country ها many إيه؟ many city. يبقى أنت ممكن العلاقة between نفس التيبلز أو نفس الانتيتيز تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الفيرب. خلاص؟ طيب في الداتابيز إحنا ما عندناش غير نوع واحد سوري نوعين من الريليشنز انا ممكن اعملهم امبلمنتيشن، اللي هما الوان تو وان والوان تو ميني. طب امال الميني تو ميني لما نيجي نبنيها في الداتابيز هنبنيها ازاي؟ تعالوا نشوف القصه دي كمان شويه. عايز بس افرجكم بحاجه مهمه قوي. لما سيادتك تحب تربط معنى كلمه ميني تو ميني ايه، ادي عندي الستودنت وادي عندي الايه وادي عندي الكورسز. انا اقول لك مثلا الطالب ابراهيم مسجل الكورس بتاع سي بلس بلس وسجل فيجوال سي بلس بلس وسجل كورس مثلا البيزك، يبقى هنا 1 من هنا ارتبط بميني من هنا،
وفي نفس الوقت الكورس مثلا بتاع الداتابيز فيه متسجل عن طريق اتنين طلبة، يبقى one من هنا ارتبط بمين من هنا. الشكل ده لو تفتكره ده كان موجود في الريليشنز، كان في كورس ديسكريت كده كان شكل الريليشنز. ولو تفتكروا برضو ان الريليشن كان ليها انفرس، يعني اي ريليشن كان ليها انفرس مش كده؟ الريليشن والانفرس بتاعها ليهم معنى مهم جدا عندنا هنا. لو انا قلت لك انا عايز الريليشن طالب مسجل انهي كورس، وبالتالي الريليشن في الاتجاه ده بتديني معلومات الطالب ده سجل كورسات ايه، اللي هي ايه بنسميه الترانسكريبت بتاع الطالب، ايه الكورسات اللي هو سجلها وخلصها. لكن لما اقول لك دلوقتي انا عايز اعمل انفرس ريليشن، يعني من الكورس للستودنت، دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدني كشف الغياب مثلا بتاع الماده، ان الماده دي سجلها الطلبه الفلانيين، وبالتالي موضوع الريليشن والانفرس بتاعها بيلعب دور مهم جدا عندنا ايه في الداتابيز. خلاص الريليشنز لو ليها اتريبيوتس على طول سيادتك تعرف ان هي ايه، ها تعرف ان هي ميني تو ميني. تفكرش اول ما تلاقي ان الريليشن نفسها الفيرب ده ليه صفاته اللي بتصفه، زي معظم موضوع مثلا الديت كومبليتد او الجريد بتاع الكورس، تعرف على طول العلاقه دي ايه ميني تو ميني. طيب ده شكل اخر برضو لايه، ها لموضوع الميني تو ميني. بس زي ما اتفقنا ان انا ما عنديش في الداتابيز، ما عنديش كده في الاوراكل ولا في الاس كيو ال سيرفر حاجه تخليني اعمل الميني تو ميني على طول. ليه؟ اصل انا لازم اعمل جدول تالت اخزن فيه المعلومات اللي تصف العلاقه دي. طالما هعمل جدول تالت دي احنا بنسميها شباب، بنسميها كسر علاقه. كسر علاقه فبتطلع لي انتيتي جديد، الانتيتي ده اسمه اسوشيتيف انتيتي. يبقى احنا كنا عندنا ثلاث انواع من الانتيز اللي هنفتكر، السترونج انتيتي والويك انتيتي، وكان في نوع ما اتكلمناش عليه هو الاسوشيتيف. ايه الاسوشيتيف انتيتي؟ بيشتغل ازاي الاسوشيتيف انتيتي؟ بعد ما سيادتك تحدد ان العلاقه ما بين الانتيتي ده والانتيتي ده ميني تو ميني، سيادتك لازم تكسرهم لعلاقتين وان تو ميني وان تو ميني. يعني سيادتك ده تحوله لنيم خلاص عشان يتحول الى ايه، يتحول الى جدول، وسيادتك يبقى فيه العلاقه ما بين الستودنت والجدول الجديد ده وان تو ميني، والجدول اللي كان موجود الكورسز والجدول الجديد برضه وان تو ميني. خد بالك بقى ان الميني اللي هنا دي بكل المواصفات اللي فيها، لان القصه دي يمكن هتتطور بعد كده زي ما نشوف كمان شويه، ان في معلومات تانية هتتحط غير موضوع الميني ده. فانت سيادتك اعرف ان دي بتتكسر او بتتنقل في الجزء ده، والجزء ده واتيفر موجود فيه ايه بيتنقل للجزء ده. ليه؟ اصل العلاقه ما بين الستودنت والتيبل اللي قدامه كانت ميني، يعني الستودنت بغض النظر ايه اللي قدام الستودنت، لكن اللي قدامه الناحيه الثانيه كان ميني. نفس الميني ده هو اللي بينتقل هنا برضو. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لسيادتك الاتي، تخيل كده ان احنا كتبنا الاول البيزنس رولز اللي تخص الايه، اللي تخص الريليشن دي. فاحنا كنا قلناها كده one student can complete many courses، صح؟ وبالتالي هنا دي one وهنا دي ايه وهنا دي ميني، يبقى اللي قدام الستودنت الناحيه الثانيه اللي قدام الستودنت كان ايه؟ كان ميني بناء على الفيرب ده. ولما عملنا العلاقه بالعكس قلنا كده one course can be completed by many students، ده اللي احنا قلناه قبل كده، صح؟ لكن سيادتك دلوقتي احنا اتفقنا ان العلاقه ميني تو ميني دي هي لازم تتحول، الفيرب ده لازم يتحول الى ناون، لازم يتحول الى اسم، علشان هيبقى هو في حد ذاته ايه، هو في حد ذاته تيبل او انتيتي ليها ليها الاتريبيوتس بتاعتها. وبالتالي حول كده الكومبليتس دي لاي ناون، ولنفترض كومبليتنج، كومبليشن، اي حاجه. وبالتالي انا دلوقتي عايز اشوف ايه العلاقه ما بين الستودنت والكومبليشن ده، بغض النظر بقى ايه هو الكومبليشن نفسه. خلاص المهم ان الطالب كمل، كمل ايه؟ كمل اي حاجه، المهم ان هو كمل عمل عمليه اكمال.
فسيادتك لما تيجي تكتب دلوقتي البيزنس رول بتاع الستودنت والكومبليشن، سيادتك هتكتبها ازاي؟ فسيادتك هتكتبها كده: one student can make many completion، صح؟ وفي نفس الوقت قلت كده one completion، عملية الإكمال نفسها، can be done by many students. الإكمال هي اللي عملية إكمال يعني grade. فأنت سيادتك قولي كده مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. والله الطالب يقدر يخلي يعمل أكتر من إكمال، صح، لكن هل عملية الإكمال الواحدة ممكن أكتر من طالب يخلصها؟ فسيادتك هتقولي طب دي معناها إيه؟ لو دي صح معناها إن الطلبة ممكن تدخل كده تكافليا تحل في نفس كراسة الإجابة، ها، وتاخد في الآخر نفس الجريد. طبعا الكلام ده غير منطقي، صح؟ مفيش حاجة اسمها كده، يبقى العلاقة دي إيه؟ العلاقة دي غلط، وبالتالي هنا بقت one student ها many completion. خد بالك هي نفس ال one student many حاجة تانية، وبالتالي اللي كانت many عند الكورسز اتقلبت بقت many عند الكومبليشن. عشان كده بقول لسيادتك ها الميني دي بتنتقل، هي دي كانت قدام الستودنت، وبالتالي هي ستيل قدام الايه؟ ستيل قدام الستودنت، بس بقت مع الايه؟ مع الكومبليشن. نفس القصة هنا بتنتقل ايه؟ بتنتقل للجزء ده.